كم كوشي ذي؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب فضل الصلاة الجماعة ووجوبها. وحينوس سعيد كتابك إني عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. كتاب الصلاة أي نكجرني باب فضل الصلاة وهو بابي هي فضلك يا دراسين إلهي أي لذا هي صلاة الجماعة صلاة جماعة ذا يا ووجوبها واجب نماذي ذبا صلاة جماعة ذا إني واجب تهي رقم مرك ليراده وحين واجب كوا هين دور قلو خلافنا كما تاقنا كو دمر كواجب كما وحانا الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ورنيي هاوين إذا صلاة أي تكت وحا أخير بضان صلاة أي قرق إذا كنت تكت ماش عمر كواحا لقى قادنا إيا حق خيرية ذي وناقة صلاة قفك الدمر كاه حق فضلك إيا أجرك صلاة قفك الدمر كاه حق شرفت إيا قيمة هي وناقة صلاة قفك الدمر كاه قرق إذا أفضل بضان هذا نصاص يتهلو دي ما يأني جماعة اتماده حيال حديثك عبد الله بن عمر باكس أروري النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هاودي ذينا الدومر كان الله وأبوري الدومد إلهي إماء بمعنى وسيد عبدك وكلويا عبد الله وأدونك الله دومر كان وإماء الله معنى الدومد الله ويا نيقنا هاودي ذينا مساجد ذي إلهي هدي رهذان وان إيماننا الله في ذي قرقود وحي كدرين صلاة عشاء ولبة هدي تراذو وان إيمان يتقي يا مساجد كهودي ذي نكرق أود وملاهين ودي ذي مرك إنا يوبنان تايتاسا لقو قرانا يا وحكالو لقرانا يا هاوينكو إنا يلتو كن جيرين النبي عليه الصلاة والسلام وحانو سوا أرقني صلاة الصبح إنا عائشة أرني سرضي الله تعالى عنها هاوينكو يقوم روينكو ذي كدو دوبان بي صلاة الصبح النبي قلتو كان يين تاسينا وا إنا إنا تسينا يسينا يبنان تاي جماعة إنا كتو كان كران حديث كي حديث هادو تربضان بات المامي على يتحال مرك واجب كما آها وحانا واجب كما آهين سبق صغير كاه واجب كما آها صلاة لنبا واجب كما آهين بجماعة ذي ورك إذا بدا وحن واجب أين كوا هين قفكي حنون صناء معذور كها أن سود دقائق كرينين إن أوجوجش يسيسق وجيف تكذا لب ملها وحبل لب أيلا ذهيم ماله واجب كماها وحين كلون واجب كوا هين قفكي مسافر كها حيا لو حلقن نسق مية صلاة دي واجب كها هيد ماشي أفر هيد سلا سدح دي صلاة ضدي أفر أفر تها بالله 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 قديك صلاة دي سدح ذاها أفر أفر تها سدح ذاها وظهر عصر يعيش أي الله بالله بالله قال لي إنه جمعيان والله أقول هذه وليبة ماشى تخفيف هي تيسير ويان مركا دتك النوع عاصو كلا ومعذور ويان ولا عذر داريا لكن رجع أنتي سكلي واجب كتها صلاة الجماعة ذا باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها واجب لماذا ذا خلاف بكتها في الفقهاء شيخ مدام وحنبلي هي مذهب الحنابلة يقول إنه واجب تهيب قبان شافعي ذو كالوحي ورنجرين وسنة مؤكدة السنه مؤكده لكن مركه لو كتاب ديو لبدا قول قول كدها هي واجب نمدا حوغا حوغ بدن سببتي تهي النبي عليه الصلاه والسلام وها او تلمامي ان وجعليسن لها انو رك فرو اني اديمان او مركي اديمان او فرها دنا اني رك انتي بحان قريو لا دونو حابو حابدي لا سو اروريو كدبنا او اقيمستي انتو امره او قفتم امره انو تجيو حابدا او قاتو رق ريوه ذا كنت كان ينو دب قليو نبي عليه الصلاة والسلام مركا وحي نتسيني ساع عقابك انتا اللي قف بن آدن إن نلوش اللي قبه وحسه لن نسانهين وحي نتسيني سابي راهدين إني واجب تهي نبي عليه الصلاة والسلام أرنكا واتمنيو وادوني لكن محاكور استاقي
وحكور استاغي هذا الكيسي النبي يرى عليه الصلاة والسلام مثل حديث كان فهانتيسا لولا النساء والصبيان هذين هاوين اي عرور اهان لهين تدين واجب كهين صلاة الجماعة او قريه جوغا هذين هاوين وابييل لها بمعنى وحكا لئيقا مهر تاغنا ويان ارنتا وحا يقهر تاغن ضدك مساكين تا ما تضع قريه جوغا هذين هاوين وابستمين لها بمعنى مركا ماشا اني واجب تايب على قادنا يابين هين حنابلة دي وهي شافعيدنا وحي ليهين يدنا وحي الدليل اني سواجب هين هدو ان لهنا بقفك انا ومتخلف وواداهي صلاة دي مون انتو كاني جماعة هيد قرقيسو كنتو كذي صلاة دا ما انصحيسا مس ما انصحيس صلاة دي واجب كايد ما انقونيسا مس او ما انقونيس هدي اللي يراه دو ما انقونيسو معنى هذا وحي تاي صلاة دي جماعة كلي يكو انصح دا ارنت انا وحي دليل ملا هدي اللي يراه دو صلاة دي سو قرقيسو كنتو كذي وانصحيسا فضلك جماعة دا ساقي مركا واجب ما هوي وهي كروي سود اللي شن يعني أحاديث تهدى إنه أركن دون نقار كميدة وحق فضل قت المامية صلاة الجماعة ذا إلا ذا على يتحل ولا بمذهب آد وحق بذرة مدبة ككلاء آد موديد إنه لنا عكلاء وآد الذي يعني قيب سود اللي شن يو وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الجماعة قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة عبد الله بن عمر وحي روحا مغلى الرسول قال صلوات ربي وسلامه عليه ورانيا صلاة الجماعة صلاة جماعة اللي قلت كذا أفضل ويكسر ريسا صلاة من صلاة الفذ صلاة قفك كلقي قلت كذا فذ إيا فرد وإسكمت صلاة وحده أنا لفظك لعنه جري وإسكو ذميد ويان صلاة قفك كلقي قلت كذا ويكسر ريسا ب27 درجة تضبي لباتا درجاء يكسر ريسا وما تضويلة كلية ديرت ها تضويلة كلية ديرت لكن أذوق ما تقلنا هل كي أجر إنتو لي لا يعلمها إلا الله ألم ويعدك لو أقم لمرك وعن أبي هريرة وحل قوري رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري صلاة الرجل في الجماعة صلاة وقفك كنت كذا أنك الرجاء جماعة كنت كذا أما قفك وجماعة كنت كذا تضعف وإلا لاب ميسا على صلاته في بيته أحاديث الشافعي والسود اللي شنيا أنو شجنا بكمته على صلاته في بيته صلاة وجرج سكت كذي مرك النبي قم مرة هنا هدي سن جرج صلاة اللي قلت كذي أنصحين المشي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرك على صلاته في بيته صلاة وجرج سكت كذي وحيد نارتهاي يو في سوقه صلاة وسوق إسكت كذي وحيد نارتهاي ب25 ضعفا شن يلا باتن درجة نارتهاي حديث كهرو وحو نوص التلمامي تضبيه لباتن كان وحو شاقشان يلباتن حقاي وحو كخلدينيه المرك وحو ما خلدناه واسكوميد ويان لكن واعذيق النية ذاذا على حسب النية كويان نية ذاذو هديتها ميد آذو سر ريسانة إيا جهدق أصوق شيء وحي الله ميد إنما العمال بالنيات ويان وإنما لكل مريء ما نوى واحد نية ستاد لا ذا تضبيه لباتن بالغو سينيا هدي حوغا هو سيسانة شان يلباتن بالغو سينيا على حسب أديك جهدك إيا دذالك إيا سيدة دوسوك الله إيا نيادة الله تماد إيا وحاسو إذل إلهي صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صلاة الجماعة مركي إيمانيان ميلا آدو فكفك بك إيمان جرين ونكتب على آثارهم في سورة ياسين سببتي كسو دكتيبة وحالة الماما آيادة نين سحابة أيا وحو أها من آدي آدو فك مقالة مدينة بنان كيدا كيما هذا صلاة الجماعة مركز السحابة ذي قار كم إذا أُدّم ريا وحي رهذانه نحريس أموجيو والنّي وهداد إبسن له الدمير وحلقة كل لها أتصوف وشو إسلام مركز أنا وقتي قبوبها هي مجدّة هبينك إنه ويدو حبي أركي سادو حبي أركي ميسد مرات قد كترن تروتو مرات بهول كل لحظة مرات دمير لكن وأركي وكل حنا يوحصوا إذل إسكون دمتي هذين مركز هو حكويري انت مركي هذا الكودير لما يستين مايا مايا ليير اما نفرح قلني سوى الله قرقة كل قن مساجدك انا ندقنا هاي ومحاد عيبا لقيري نيادة انت عليك محاد عي سوته محيطة هاي وحيري وحنجي علي سانا يا انتان سي سعوده ايا انتان سو سعوده راد كيغينو الهي يقر وانا ماشا ماشا لو لجي ذا ونكتب على اثارهم راد كوذا انو اقرنا الله وليه سبحانه وتعالى مركي حسبك أذيك أنت أيضاً تهاي جهدك أجيء دذالك أجيء فوجانت هذا مساعدك أتكفك تهاي أي أجرك أقول ندي هاي ماشي عمرك قفك كل جنيه قفك كفك مساجدك إيش أجر ما
هاي لكن انتو صوص عدا كان رخصتي بواتقي انت اسنا اجركي وصوص عدا ولو قرية نبي قلنا واتويري تلابادو قادبا درجة كر لوغو قاديا تكالة دنبي با لوغة ترتيريا إلهي أكتي سبحانه وتعالى وعيسكم إذا ماها مرك وذلك تاسينا وحا إيتهي وكهل يقفك أجرك أنه إذا توضأ شني لباتنا ما تضبي لباتن أجر واحد كهل يساكو قبصو شروضه أنه إذا توضأ هدو قفك سووي سيستقرقسي وفأحسن الوضوء ويسدي أهقاجيه وثم الدبديد خرج أصابحه إلى المسجد مساجدك أصابحه لا يخرجه إسوغو إن سو سارين قرقس إلا الصلاة دن عن كلها هبل سوقا كسو أذيقاني حلال كان سومري صلاة دا إقو قبطة ماشا مساجد كان إسكا سومري وكلا دوانت إيه وحان أبحي مركو هربا مساجد كو أهانو قصد كلا ملحين ولا بني يويان وانا نسلحين مركا لا يخرجه إسوغو إن سارين إلا الصلاة موية لم يخط ما تلاب سدو خطوة تلاب مقاضو إلا هدو قادة رفعت والله قادة كايساق له بها تلابة يدا وحسر الله قادة درجة وحط عنه والله ترترى بها تلابة يدا خطيئة دبي بالله ترترى فإذا صلى هدو تكذو لم تزل الملائكة تكذو مساعدك يسكفر ليا وينو تكني مساعدك ينو يسكفر لنا انت اينو فرلنا محاينو السوقان هدبا محاينو هيلنا إن دادك السوق يدو دي يقريوه دي بأذين ويسكها ساوات تقين بالله يابا ويسك شيكه تغان با لغا يابا ويسك شقه تغان با لغا يابا قف ول بدنتي ولا هاب وادي وحي اهاتبا ادغو لكن مساجد كات فديدا دنتادو وصلاتك لينا تكتو اما دنتادو وا بيتك الهي اناد اسكا نساتو هلكا الهي سبحانه وتعالى الدرس كل نقطه مخان لا يهي مركانو دغيس هدب النبي خير عليه الصلاه والسلام فاذا صلى هدو قفك تكدو لم تزل الملائكه ملائكتك كتغي ميسو تصلي عليه اني ادعو عينيسو الصلاه من الملائكه ودعاويان هذا ملائكة صلاة لا يرادو كوكو صلين ميسا أذيقه ويكو دعين يساويان ما دام انت وياهي قفكاسي في مصلاة ماشي أكتو كذي ماشي أكتو كذي ما وحلو لجي إذا قابك يا نظامك يا هبك أكتو كذي إساق وفرنية ميسا وحلو لجي إذا مساجدك قديه سيئون ما يا ما دام في المسجد الروايات كلا كتميت وانتو مساجدك بكجر قفكو أو نكرح بحين مرك هذا نركن كنت كذون استقر دقائق حق التجو لما لها في مصلى هذا الشيء جاي ماشي أتكنت كتكلية لما تلمامية أيوة حلا تلمامية مساجد كأنت هذا كنح بحين هذا مساجد ككبة حلو حدودي مساجد كأتكبة حلا أجرك وكأجو أيها لكن مصلى هي ماشي اللي قلت كنا يهدي أتكنت جرتو خلاص وأجرك وأضل هذا ما دام أنت وياه في مصلى مرك الصلاة دي ملائكة واتن سديك هو صلي نيسا اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه سداسي كعل علي نيسا إلهي وكسر لقفك نيساقا إن توتو كذا اسكفر ليا مساجدك إلهو أدن بالله إلهو أن حريسو ملائكتنا واتقانان ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قف إلهي الرالك يهيمو يقفك لأدو عين مايان مركا مساجدك واقوب قفك هدو فرليستون مرنبكو خسارين ومركا كواذي ملائكت دعا ذي بعد هليسا دعا ذنو مستجاب ومرك الله بعده دنبي أو دم بعد كذا عندك جاب سنيسا معاصي يذنوب يوحى أركميس ده كذا فردا ومرك سد هذه ذكر إلهي بعد كم مشغول يسا أما قرآن بعد آخر سنيسا هداد كي رأسي وهستدنا تصبيحي تحميد إلهي بعد الله إيمانيسا هي استغفار خير بعد كذا ركتي مرك خير بعد كذا ركيسا ملك له أجر كاسو كله لجيه لكرام مجرت إن بهيراته ما دام في مصلى مركه هذا الكاسي كوعي العليني ساملائكتي ولا يزال في صلاة انت وحا أدر انت ومساجد كاجوغو قف كمرك ماشي وكتو كذا انت وفرنيو لا يزال في صلاة أجر صلاة بالو لجدا أجر صلاة ديت بالو قرية منتظر الصلاة انتو صلاة دك لسوغيو مغرباتو كتي عشي بعد اسكسوغيسا انت درسي بعد قاداتي قرآن بعد أخرستي ملائكتو وكوغو صلينيسا لنا عكلنا إلهي حقي يفضل جيسي إحسان كيسة وحل لجوق ريا أجر كي صلاة صلاة بقى لجوق ريا أنت سيد هذا صلاة كجروي واسك الشك يسني سبع على جيابة وعباد سكر لجيسني سبع على جيابة أنت أجر صلاة بقوس عدا أنت أدم ساجد كأكو حب سنتهاي وعن أبي هريرة وحل جوري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري إن أثقل الصلاة على المنافقين نبي عليه الصلاة والسلام ماشان وحي النوغة والرمية صلاة العلوس إنه إجران صلاة فضفضودنا واجران طبعا عكس جيدويان
marka salaadihii shanta ah ee inagu waajib yeelay qaar baa culculus qaarna waa fudfudud yihiin oo maxaa yeelay qofka munaafaqa ah baa laga hadlayaa way ku culus yihiin qofka aan munaafaqa ahayn kuma cusla qofka munaafaqa salaado u fudud baa jira salaado ku culusna waa jiraan marka nebigu wuxuu yiri ina afqala salaati salaatan ugu culus cala almunaafiqiina munaafiqiinta dushoodu waa salaatu lcishaa'i wa salaatu lcasri waa salaatu lfajri dheh salaada fajar labadaas salaadood waa salaadaha ugu culus inuu jamaaco ku ilaaliyo inuu salaadaha ilaaliyo waa ku culusta maxaa yeelay cishuhu waa waqti dadku ay magaaladii ku wada maqan yihiin inta badan inuu cishihii marka masaajid ku ilaaliyo waa adkaanaysaa inuu jamaaco ku ilaaliyo waa adkaanaysaa waxaa ka sii adeyg badan iyada in badan ka sii adeyg badan salaada subax maxaa yeelay waa hurday shaydaan baa meeshii jooga dhagihii buu ka xirxiray waa kaga kaadiyey weliba qofkii waa ku culusta sariirtaada dhinaceeda ku tukaa ku culus iska dhaaf munaafaqa maanta jooga hadday kii waagii nebiga joogay salaada inuu jamaaco yimaada ku cuslayd kan maanta jooga dhinacaaga ku tuka sariirta haddii la yiraahdo waa ku culusta ma raba inuu tukado marka nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam salaada tan ugu culus munaafiqiinta dushooda waa salaada cishaha iyo salaada fajarka weeyaan waa albardayn kuwii la yiri weeyaan nebiguna waa tuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam labadaa salaadood qofka ilaaliya dakhala aljanna jannaduu gelayaa wax sahlan maaha marka walow yaclamuuna maa fiihimaa qolooyinkan munaafiqiinta hadday garanayaan maa fiihimaa min alajri yacni waxaa ku sugan labadaa salaadood gudahooda ee ajar ah ee salaadaha kale ay dheer yihiin ama labadaa salaadood sida gaarkay ajar u leeyihiin hadday og yihiin la atawhumaa way iman lahaayeen walow xabwan iyagoo salka ku siqayaba ha yimaadeen lugihii ma ka dhaqaaqi karayo isagoo salka ku gurguuranaya oo salka ku socda ayuu iman lahaa waa salsiqis weye xabwiga ama xabwiga haddii xariga laga dhigana iyagoo xarig haysta oo aan dhaqaaqi karayn oo xarig lagu jiidayaba ha aata hadday doonto walidaalika saxaabada cabdullahi ibni mascuud markuu ka sheekeynayo muxuu yidhi qofkeen waagii nebiga calayhi salaatu wasalaam ma dhici jirin inuu salaada jamaacada ka maqnaado ilaa qof la yaqaano oo la hubo inuu munaafiq yahay mooyaane qofka waxaa dhici jirtay isagoo xanuunsan in la keeno yuhaada bayna arajulayn lagu dhinac wado laba qof oo macnuhu waa maxay garbihii intuu saartay ay jiidayaan sidaa u kaxaynayaan salaadii jamaacada la keenayay sidaasay ahaayeen marka saxaabadu ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin nebigu marka waa kan wuxuu yidhi walaqad hamamtu waa xadiidka aynu tilmaamaynay walaqad hamamtu waxaan doonay oo aan damcay an aamura inaan faro bisalaati salaadii inaan faro in la adimo oo markaa la adimo kadibna aan faro in la aqimo oo fatuqaama markaa la aqimo uma aamura dabadeedna aan faro rajulan rag oo ama qof inaan faro fayusallii markaa ninkaasi uu tujiyo binnaasi dadka oo nebiga tujin lahaa xaggee aaday uma antaliqu waa baxayaa maciya rag baan wadanayaa birijaalin macahum wata xazamun min xatabin xirmooyin xazamku waa xirmada min xatabin ah qorya ah ilaa qowmin dad baan aadaynaa laa yashhaduuna asalaata salaada aanan soo xaadiraynin fa uxriqa calayhim waan ku gubayaa dushooda buyuutahum guryahoodaan kula gubayaa binnaari dab dab baan qabadsiinayaa markaa salaadii war ma soo xaadirin haa iridda ka dhiga dab baa la qabadsiinayaa marka meesha waxayna tusinaysaa wax sahlan salaada jamaacada inaysan ahayn wacan cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhuma can inabiyi sala allahu calayh waali wasalam qaala wuxuu yidhi ida sta'danat axadukum imra'atu ila almasjidi waa kan xadiidka aynu tilmaamaynay haweenku inay iman karaan oo ay ku tukan karaan jamaacadii oo ay masaajidka iman karaan oo loo ogol yahay bay daliil u tahay wa in kaana guryahoodaba ha u fadli badnaato nebigu wuxuu yidhi ida sta'danat hadday ogolaansho weydiisato axadukum midkiin imra'atahu xaaskiisa ila almasjidi ay u ogolaansho weydiisato ay tiraahdo war masaajidkaan doonayaa inaan aado salaada weliba cishaha ah falaa yamnacahaa yuusan u diidin buu nabigu yidhi amar buu raggii siinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa waagii la kala amar qaadan jiray hadda hawl adiga kuu taallo wey wax amar ku weydiisanayaaba iska yar falaa yamnacahaa marka yuunan u diidin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi fa qaala bilaal xadiidkan waxaa warinaya saalim ibnu cabdillaahi ibni cumar oo ahaa wiilka cabdullahi ibni cumar uu dhalay waxaa warinayay naafic oo ah mawla ibni cumar waxaa warinaya dad badan qisadan marka qoyskii cabdullahi ibni cumar siday u saamaysay dhowr hadda
عبد الله بن عمر هذا الكاسو الشيعي مركو هذا الكاشيعي يينا عرورتي سا حريرة فنسي حديث كان النبي قال شيكي يدد كله ويل كيسي ميت كمدو اللي يراهضو بلال ويلش يسي ميت كمدو بلال اللي يراهضو يا وحو يري مرك فقال بلال بن عبد الله عبد الله بن عمر ويان أيا وحو يري والله لنمنعهن إلهي بان كل داران أيا كوة ما انتجوغة هدي كوة النبي قال سيدا أهايان كوة ما انتجوغة وأدي ذي النبي محايا لي ليتخذنه ذغلا روايتك لا يدون سيدا تلمانتي وهدي آنو سيدا اللي يلنو لو دي ذين مرمرسيه كدغه نيسا مساجد كان وسعدا اسلانتينا وسيم ريسا اوهد مساجد كان وسعدا سوقي سيم ريسا مساجد كان وسعدا يدو وسعتي هدانا ميله كلي سيم مرمريسا وير مركه مرمرسيه لغا دغنيا مساجدكي ميله سيمرو يا لغا دغنيا لكن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه محو ديدن ياهي حديث النبي عليه الصلاه والسلام الا شيغي ويلكي سي محو كقابلي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أما إذا استأذنت أحدكم امرأته في المسجد فلا يمنعها أمر ويا النبي وما الدين كرتيد والنبي يري بلال بن عبد الله نمحو يري والله لا نمنعهن مركا أمر كي النبي يا بلال هذا الكيسيب أسكور إيمانية عبد الله بن عمر موقفك كي استاقي مركا واك ووحو يري قال فأقبل عليه عبد الله عبد الله بأوي الكيسي سوى قابلي فسبه مركا وقه الرئيس وعايي سبا عيب عايي سيئا آد ضرن ما سمعته ما أرن مغلن سبه إسوغ سيدا سوكال وعايي مثل مدلم إذا قط ولقي عبد الله سؤون ولقي دد وعايم بو عايي هرتو الكيس هدو عايي دبادينا وحو الرعيي حديث الرواية ذاك لا إنوت المامية والله لا أكلمك أبدا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي والله لا نمنعهن والله لا أكلمك أبدا وحن كل يا هاي الرسول كاسيدا أمر نقصية أذقنا واحد إلا ذا هيمية وكريبنا والله مايا ولي قيدن بكل أحد لماي والله ولي قيدن بكل أحد لماي وهدي هذا الكآت كقوصة أقيم اللي ومعنى أصمينا حيال عبد الله كوة صحابي ابن الصحابي لبوا آبه ويان المهن آبه وأبهن يا هاي مروا البابا محي كينيسا تا يدا ويلكي إنو قروسدو أو قرواقسدو أو خلدكي سي أقونسدو أو والدكي أولابتو لنعنا والنع حديثك النبي قو إنكرا إنو كلابتو لنعنا والدكي إنو عاسي النقضي إسوغو كباقانا يا إنو أولابتو وحي كينيسا مركا إنو هو قانسي لمان اللي يمادو وهو قانسمي حديثك النبي عليه الصلاة والسلام لكن علم هذا وحي يراه ذان حدي أي إسكمتها إن الله هذا شيء إنا تقويسو وح معنا إنا نسمينين والله إن أنا كلها اللي إن أمحى هذا الكلام كفر لا يادو كله كذب سقط مركامه ونكسنا إنسيد على إيراده قف كي معنى أصمينا إذا هذا الجينتو ها لكن هذين معنى بسمينين المية إن لواني لو عقل عليه تاسكوها بونت مركاسه وحيري قال وحيري أخبرك وكو الرمي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول أدنى واحد إلا ذهمية والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله حديث النبي وحو أها لا تمنعوا هودي ذنا إما الله أدوم ذا ألا أدوم ركاه مساجد الله إله مساجد ذي سهودي ذنا وعن عبد الله بن عمر وحلق وري رضي الله تعالى عنهما قال وحيري صليت واتكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر حديث كان وحو نوت المامية صلاة ذا النوافشة الراعة واجبك صلاة ذا السنة ذا اللبية تبنك الركعة ذود الراعة صلاة واجبك هل كان تبنك عدود بتقريبا نوقت المامي دونا سيدني تهيمرك وحو يري سيديد ركعدود بو تلمامي دونا لابا ركعدودنا ولاشي حفسو حق يذن نوغا ورين دونا طبعا لابا كلا كمقن حديثك عائشة نوردا ميستري إي غير كذبا صليت واتكذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين لابا ركعدود قبل الظهر بان تكذي والسنة وكو وركعتين نواتكذي بعدها أي بعد الظهر الكاوا انتي وأفر وركعتين نواتكذي بعد الجمعة جمعة القذاشيت وركعتين نواتك ذي بعد المغربي صلاة مغرب كادبا ذيت واللحويا لابد ظهور كوري لابد كدن بي جمعة حقه نقلك لابد ظهور كوري لابد كدن بي هالكاسي وأفر لابد مغرب كي كدن بي عصر وحوما لها واللحويا وركعتين لابد ركعتين بعد العشاء صلاة عشاء قذاشيت وسديت
سيدة ركعتود أبو عبد الله النبي قالت كذي صلوات الله وسلامه عليه. وفي لفظ نوح كسو أروري فأما المغرب والعشاء والجمعة في بيته نبي قوات كذي صلوات الله وسلامه عليه صلاة الجمعة قضاشيت صلاة المغربية صلاة عشاء هبا انت بوحو كنت كذي قرقيسة كمتو كنين مساجد كمعني حيا لقرق النبي عليه الصلاة والسلام قل كل جنب أها مساجد كالنبي الباب كسيدة صوكالو أها ولقق لجريون ولقق لي مركا النبي عليه الصلاة والسلام مركو دادك تجيو وهبحي يقول كيسو قلي وكنت كني صلوات ربي وسلامه عليه لبدا رك عضوذي هري وصلاة الصبح ويحي أراني أنه ما ننقوب جوغ هين ولا شيء واتن هدبه. وفي لفظ لمسلم للبخاري وحكس أروري أن ابن عمر قال وحيري حدثتني حفسة ولا شيء حفسة بنت عمر بن خطاب وأمهات المؤمنين كم إذا هيد بأي ورنتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النبي على إنو تكنجري سجدتين لبرك عضوت سجدتين وحلو لجدا لبس جدود ما هي ولا برك عضوت ويان أي النبي تكنجري صلوات الله وسلامه عليه ولبا لبدا الرك عضوت أو خفيفتين كفضت كوة كله بعدما تطلع الفجر مركو واقع ودلاع صلاة الصبح يسوق شبه فجر كل شيء وفجر الصادق حيلا لو فجر باجرة فجر الكاذب يفجر الصادق هي صادقة هابا هل كان لولجي ذا. وكانت ساعة المركز صوته أركي ويمحيته عبد الله بن عمر ساعدة وحيري ساعدة سي وحي آهيد ساعد لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم نبقى أنا نقل جرين صلوات الله وسلام عليه فيها حيلا وحيلا لصوكع كعي عبد الله بن عمر نولا شي ويان نبقى عليه الصلاة والسلام إنه ساعدة أقل وحشوت لنعك له حقنا ما محيلة وثلاث عورات لكم في سورة النور إلهي كشيغي سبحانه وتعالى مبنى نبي إن لو قلبه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأقل النبي ها محيلة عبد الله بن عباس إيدي ديب النبي هبريرتي بالنبي قبي صلوات الله وسلام عليه هبريرتي وآهي ميمونة بنت الحارث ويدينا ولبابة بنت الحارث ولا لا أبي كلقبي النبي عليه الصلاة والسلام يأذيرك عباس بن عبد المطلب مركا هبريرتي ويانا ومحارمتي بكمتي عبد الله بن عمر لكن هو ولاشي محارمتها كم من غضو مصي حنكر يقريه مركا هل كان مركا واللبي وطبن رك عضود ويان لبدا مقن وحا تلمام يا حديث كعائشة رضي الله تعالى عنها ويا حديث كأم حبيبة وحا إلا ذا هاي ميمونا نواوريني سان رجينا يا وحي أراني النبي عليه الصلاة والسلام أفر ظهر ككهر ريا إيا اللبا كدن بيا انت هو انت هو اللح عصر كوحبا ملاها مغرب كاللبا كدن بيا وسديد لبع شو كأي كذا بيسا وطبعاً لبنا صلاة الصبح بكهر ريسا واللبي طبعاً كان ركعة ذوت والنبي يقول عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة في اليوم لبي طبعاً ركعة ذوت قفكم مالين تي تكذو الصناعة بنى الله له بيتا في الجنة جنة إلهي قلو أقرد السياء سبحانه وتعالى مركا الموفق من وفقه الله وأنا قل علوستهي صابتهي تهي محيتهي قفكو إلهي أوي سري أوسي أفضدهي قفك الله يسرى أفضل ذيو يي أفضل ذانيس قف والبما سمين كريه والله بيه تبرك عدد وح معنوي سمين يسمله ظهر باتو كنيسة كهر مري أو كدم بيسي عصر باتو كنيسة وحوم ملايبا مغرب واتو كتوا والله برك عدد عشاء تكتوا والله برك عدد صلاة الصبح مركض أوسي كعيسى الله برك عدد وح معنوي لا ذهي ملايه لكن هدنا قفك إلى هاي أفضل ذينيو يي أفضل ذانيسة قفكو إلهي وافجين أيو يا وافقية قف والبؤمسه لنا ويعلست هاي ويان معنيه. وعن عائشة وحل قوري رضي الله تعالى عنها قالت وحي تري ومن عائشة قالت وحي تري لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء مجري النبي عليه الصلاة والسلام وحكمد أوه من النوافل صلاة ذا السنة أشد منه أشد تعاهدا منه والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أتكيم بذنيه أشد وكقدر نام بذنيه تعاهدا إلى لن منه صلاة يضع حق هذا على ركعتي الفجر لبدا الركعة ضوء السنة صلاة الصبح كهرية لبدا الركعة ضوء صلاة الصبح كهرية النبي عليه الصلاة والسلام إلى لن تهذا وح وكقدر نام ملأ السنة وهي كمتها لبدا الركعة ضوء ركعة ذا النبي عليه الصلاة والسلام إلى لن جري السنة صلاة سفر كمركوي هي حتى حيا لصلاة سفر كمركو قفك يهي صلاة ذا السنة واجب كي والله قد عافي قيب كميدا واجب كي والله قد عافي تطبيع تمرق عدود بينه تكنا مالنتي دهر كماشي أفر أهيد لبوي عصر كماشي أفر أهيد لبوي عشاء ماشي أفر أهيد لبوي هل كان مقابح لح
تضبيه تبان كجو كوي تبان كليا بكوسو هاري مالنتي هودن صلاة دي هي سنة ده أها أدنى والله قاعد دافي لكن تن أوس النبي جو كتك يجري صلوات الله وسلام عليه وحياة هيد لا بد الرجع ذي صلاة الصبح كهرية لا بد مرنا كمتك النبي جو عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا بد فضل جو ذا آدي أدو أماني سقو أرنا يي ركعتي الفجر خير من الدنيا هبل وبليونير هبل بأدون كهذا كقاضي هبل باسيدا النقضي والله وذا ترسنا ياه حوله يسين للا يهي أوكره انت هزول ليه ما يهبل باكبطو انت هزول ليه وذي معاك هاقره وعول ليه يساق اوتا الله مشاقا ديكو الله ده مشيرين بوكوكو سينا ياه ما يه مكو اوقيا هورتا ورب كذا بده قفكا وحول ليه يهي واهنتي تهذا كل ما لها اوقو تيه سويان وحان قف والبقو جعل يهي انو حولها سوكله وياشو مركو الهي قارون النعمة بدنسية في سورة القصص الله محيري سبحانه وتعالى وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين محال صوت المامي وهلت المامي قلوينك ألا الرمي إي قلوينك أنا ألا الرمين موقف كوضا موقف كوضا الله إنوت المامي ماشا مركا هدو إلهي كسية هنتيدي قارون وكلك بسوقات مفاتيح دي سوى حق هذه جرتي العصبة وقبيلة من أولي القوة ذهب كيسين إلهي كل يوم بأوغا خزانته وكجره وحكا خير بضن كان هنتي بضن قفك الله بضن ركعته كذي صلاة الصبح حيث النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الدنيا خير من الدنيا وما فيها الدنيا ذن يوحى كورك هذا سارانو نمبك خير بذنين فرحم الله عبدا وفقه وها إلى الله نحريست يسهل لي سبحانه وتعالى الله أن حريستنا قفك إلهي أوافجي لبدا ركعة إلى لنتي ذا وحسهلا ما باب الآذان مرك وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وبكاب لبدا ركعة دوك خير بذنين الدنيا ذي وحقود كذا بسارن با باب الآذان آذان كباب كيويان وعن أنس بن وحل قوري بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحيري أمر بلال بلال بعل فري أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة أن يشفع الآذان آذان كإن الله بالله بكرده ويوتر الإقامة أقمستين ووتر كرده حلو لجيدا وحلو لجيدا الله أكبر الله أكبر وحلوي الله أكبر الله أكبر والله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله والله بالله بوي أقمستين محين قنيسة هل هلوي الله أكبر الله أكبر هل حبوي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخر كذا وهل هلوي ومذهبك حنفية ذكي أكو خلافي أفرت مذهبة ويقوى هاي قبان إن لقدق الله بالله أقمست الحديث سيدا سوكالا نهي سنة واجرتا لكن لقى حق بذنية مركا حديثك في صحيحين وكان أمر بلال بلال عد أمره سواء يمي سقع أمره يمي عد أمره سواء الرسول كصلوات الله والسلام عليه أمر بلال والله فري أن يشفع الآذان آذان كين والله بالله بكرنقه ويتر الإقامة أقمستن وتركنقه هل هل كرنقه وعن أبي جحيفة وحلق وريي وابن عبد الله سوائي وهب الخير بال الذي هجري رقي يا رائع صحابه كم إذا النبي قمرك لمن يسلوات الله وسلامه عليه واجي عمرنا وحوا هنيك وحيل ساري سوق سوق دد علماء وين يجوجان وضدك حراشة يحرام تأشجع رجاسو كم إذا ها وربذي يوحنا نهين يمسئش بيع يوحنا يو كل سوق وريجا رو سوق ساسو أها حسبنا اللي يراده وأنا بابنا وواسعه فقه كم إذا هو ين رجاسو كم إذا هو ابن عبد الله السواء وهب الخير واجد دمنا وحو كم دها أسكرتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجع إذا مذي راعي علي بن أبي طالب أمير كمركوها قال وحو يري أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي قال الله لي كاني وهو في قبة له حمراء وكان مرك إنه يراوح إنه تسينا يواجي النبي عليه الصلاة والسلام وقرنا يا قرشو كو قرنا يا إسقير ووحو حسوستا إن إسقير النبي قال الله كاني صلوات الله وسلام عليه يوضو النبي قنا في قبة له حمراء تين لير قبض وتين لذا ومذا بكيدو قدودا يهي
أصل كذا اللي جسمي من أدمن حرق بهاللي جسمي حرق يبقى اللي مجدية ما لها أصل يحبها اللي جليه ويجذذن تاي مرك سداسي أهيد قال وحير فخرج بلال في ركوع قرن أيه وحير ضبطت به فخرج بلال بلال باصوب حي بوضوء ويس يسقو وضع ويس دي النبي عليه الصلاة والسلام وكسوق على بيه يسقو وضع فمن ناضح ونائل ضدك وحاكم يتهالبه حيال بيه النبي عليه الصلاة والسلام ولا بركة سنة يا وحك لا الله برا إن لا بركة استاء يسوق أنت هاي مجرت تي أبو بكر بان لا بركة سنين أو تي عمر بان لا بركة سنين أو تي عثمان بان لا بركة سنين أو عد لا بركة استاء ماله بعد النبي صلى الله عليه وسلم مركا عد كريه لا بركة استاء والنبي صلوات الله والسلام عليه مركا وحكم ذهابو يري ضدك بيه بلال تين الذي هدوك لا صوبحي ولا سجيه فمن ناضح مركا قف رشين أي جارتي فيه والله صير قف والبنت كه لكري وهنا لرها قصده وحيد عذي واجي حذيبية حكمة كلانا كجرتي يعلمها الله وحكم إذا حكمة ذها كجري يوم حذيبية كفار قريش هل كان يفرديان نبي جنا هل كانوا فرديا وحي آدوا في رسانا يان نبي جي أصحاب تيس محي أركان وحي ليا بينهن واي ادو ليا بينهن وحن ايغا اكتودا دخدودا اولين او وا مخاي سيدا ددك مسلمينتا اسمقلي كلا دنبين اوغا دخايسو سيدا كلي غودا اي اوغا دنبيا النبي عليه الصلاه والسلام بل كدنبين ما اها سيدا حتى رادكيسي او بركايسانيان ما دحي كاريسا ان اي ددك نوعاس انتي سو غالوبان اي غالدا بهوداق لا نوقدان مايا ما دحي كاريسا وحي أركان هريروهودي إيا داد إياغا كميد أو حقان أو عرّي إيا كواني سيدا يوحوك بذن يهين النبي قدام بيان صلوات الله والسلام عليه واتن أي كشي كينا يين رق بذن أو إياغا كميدا واللي وحان نصوا عرقني وح عاديا ما أهين ومحاد صوا عرقتين حتى ويسيدي سالي سكدي لي اسكدا فوحكا للنبي إياغو كور رمي صلوات الله والسلام عليه مركوا حكمة ويان قوة دادك مسلمين تا مدني مذوضة وذا جيركو ذا إن أيهين ضد كلا دمبيه ما مله وأنا سيدا للدنيا حيلا دردارن كي النبي قال سيدا صلوات ربي وسلامه عليه مركو نودر دارمي وحوا النبي عليه الصلاة والسلام مركو نودر دارمي مذو يري وحوا له يي اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وحن إذن دردار ميا سنة ضيدة وحن إذن دردار ميا إلهي عبسي ديسة وحن إذن دردار ميا انتا دبديت اسم قليا كلا دنبين قف كتلاذ إذن قبتا وركا دنبية أول لقيست ما أقام فيكم كتاب الله ما هو لقاب إسكال لقيسة هدونا دينة إلهي كبحيني سبحانه وتعالى هدونا دينة إلهي عاسينيني سبحانه وتعالى هدونا النصوص الشرعي كهر إيمانيني هاي لقفك والله قان سميا انتو إلهي أطيعي سبحانه وتعالى إنما الطاعة في المعروف سيد النبي قوير عليه الصلاة والسلام مركا صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واختي قاسنا والسنة كي حذيبية أي دعيس مركا حل قاسو إساقو حليها وحن في ركو قرانا يا النبي عليه الصلاة والسلام وانتو ويسر الله كينا ويسيستي ويسيدي سي ويل الله ديقاي ويل كي إساقاها ولب حينك اللي يراهض بلال ومركا عدد كي أي إسكود ديليان أو واحا كمي داها قف أي الرشين قارتي إيو ونائل قف قيان قاريبه قيان كيسي وكسي قادنا يا بيه قفنا بالرشين تيبا قارتي بيه لسيري وكل قوضوا تبرك ويان إلا بركيست النبي صلوات الله والسلام عليه بل البا قاري إيو قيان إيو الرشين إيتي إيو وحي اللامي داها مذيحي إيو جركو دي إيو قفك واسمر مرينة يا مرك قيانك قال وحير فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله صوبحي وعليه حلة حمراء در اسكجوغ هو وحقب حلده ودر اسكجوغ حمراء جذوذن در اسكجوغ هو جذوذن بالنبي قبا صلوات الله والسلام عليه فمركا مشى وحكلو لقى قادن هي در كجذوذن إن لا حيران كريه ويسن بأس لهين حايا لي بعض الروايات باكسو أروري إن لديدة لكن وضعيف في سنن ابن ماجه صحيح ما حديثك قارع علماء ذا كم يدهن وكهر إيمانيان سيد إمام ابن القيم أوكل في كتاب زاد المعاد لكن صح ما حتى كأني أنظر وحان سي أركيابو يرهد وأدمو دا ولي إنان أركيو
حتى كأني وحبد إمودا أنظر إن هدى إيجا يؤم فيرين أيو إلى بياض ساقيه النبي عليه الصلاة والسلام أدمه ساقا وحويان لولن أدمه هوسي أدمه هوسي ويان النبي عليه الصلاة والسلام أدمه هوسي عدان تودي حير المرضو إلى أنصاف الساقين ما لحذي قاريس مركا إنتو هوسو لنوا قاوين تهيوي إي عكتي هوسي مركا يقو عدبان أركي يابو يري النبي صلوات الله والسلام عليه قال وحيري فتوضأ وأذن بلال النبي عليه الصلاة والسلام وويسيستي وأذن بلال بلال نوا أدمي قال وحيري فجعلت وحن قذق لي مركو أدمي أتتبع إنان راعي فاه أفكيس إنان راعي بلال إنان راعي ها هنا هلكا إيا وها هنا هلكا ومعنى هو محي يقول وحو لها يمينا وشمالا وقورما حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أما محي نقول كرتها حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح مد ديبا لابد اللي من عين لو يرادو أما مد بدين عين لو دهو مركز إذا للي هين وحا اللي يرفاه أفكي سوق القلو عيني لقنت ويان أكلية إما ها قفك أمؤدم يا إنو إسود الليحية يسوغدن ما يوا إنو قبلة حق يدو جيستي سو لكن قورتي سي لقنت الليحين يا سيدا سؤول الليحين يا ثم كدبنا ركزت له النبي والله سري عنزة أشي تكذاهد أما مطوبة ذي وحي لي هجرين أشياس النبي عليه الصلاة والسلام لو قتمي ركزه وقتمينتي ويان وصردي وإن لمذه له النبي عليه الصلاة والسلام عنزة أشي تكذاهد كفرتنا سالمو فتقدم النبي وصهر مري سطري أطهي معني أشي بألا سري للك الله قتمي هذه اللي قتمي يذيب السطرة كالنقانية النبي عليه الصلاة والسلام أددك يسقع لي فتقدم وايمد وصل الظهر بالنبي تجيي والعصر نوا تجيي ركعتين ركعتين محايل وهشيسك عذيبية ومسافر ويا النبي عليه الصلاة والسلام ومسافر ويان مركا ظهر بو تجيي لبرق عضوت وأكبحي هدان عصر كي لبرق عضوت سداس ويان ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع النبي مونا كزول إنو تكنا يا لبرق عضوت إنتو صفر كاها حتى رجع إلى المدينة إنتو كغسو الله بتي مقالة المدينة إنتو كغسو الله بتي النبي عليه الصلاة والسلام ماشا مركا وحا لو قدن ليها آذان كما دام اللو قجرو حي على الصلاة حي على الفلاح إن لقنت إلا اللي حليحين كريو أما إن لقاها لقبسن كريو أما لبضع فرود لقاها لقالين كرو رواي ذاك لا يقونا تلمامي أو صحة ويجران وعن عبد الله بن عمر وحلق وري رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي وحيري أذن بلال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم النبي عليه الصلاة والسلام صلاةها أردن هل مؤذن بولها إلا صلاة الصبح موية أفر صلاة مؤذن كبلال ليراه ذك لي أدي مجري ابن رباحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن صلاة الصبح لبم نمبا أديم يجري حي علي وفجر الصادق يفجر الكاذب فجر الكاذب كمركو واقا اوقا هرأ دلاعو وكا قف با أديم هي حلقا هابين بركة وعبد الله بن مكتوم ويه وبلال ويان كالضنبوحة أديم هي ابن مكتوم مرك النبي عليه الصلاة والسلام مرك الله السحوران ايو سحور تلعون ايو ينوغا ورم هي وحيري إن بلال ننك لا يراهدو يؤذن بليل هبين بركب أدمية فكلوا عنا واشربوا عب يونان آذان كيس عنا ذي إذن جوجين إذن كجوجين إن الله بذي عطبا لك لقرانا يا مركو بلال أدمو عنا أو عب وسيدة دونتان يالا إلا كأدمية حتى يؤذن إلا كأذمو آذان ككلي ماذا ابن أم مكتوم ننك لا يراهدو ابن أم مكتوم وكان كفيفا ضريرا نين إن دلأ أبو أها وكو ووقتك صلاة إن لا إلالي أبان ياسيو إلالينا يا ما يوالو الشيك جري حديثكم من عائش وكعدي ووحا لديه جري واقي واد اللاعي هاد أدن مركاسو أدمي جري مركا وابنان تهي مركا قفك مؤذن كأينو إن دولا النقضاء وابنان تهي جائز ويه هدي عد وقتك أشيك يسال حيو حقيقة ديسا وليس وقتك والا جوغا هبلو أدن مركا أو أدمي لب ملح حي النبي وحول الله صلوات الله وسلام عليه نينك لا يراه عبد الله بن مكتوم مؤذن بناها وحا كلو لا قادنيا احكام تح نينكا كليه لا قادنيا وي بدن يهن دور احكامود وي وحا لا قادنيا ونينك كوسو دغتي عبس وتولى ان جاءه الاعمى
آيضا آيضا وننك يكسو دقتي آلمرك يري سبحانه وتعالى كور رمي جهادك لا يستوي القاعدون كوي مركي لقاهد لي غير أولي الضرر استقالوا لجي ذا وننك يكسو دقتي ويان ويا مرك أحكام بذن با استقال نفتر كيسو كسو عروري والله قاعدن كرا في القرآن والسنة نبي مرك وعلي عليه الصلاة والسلام عون وعب إلا وكأدي من ننك ليرا هذا ابن أم مكتوم أم مكتوم وهو يدي ويو مقع عيسى عبد الله بن قيس بلده هجري وعن أبي سعيد الخدري وحل قوري سعد بن السنان بن مالك بالله رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وحيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحواها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري الرسول قال له إذا سمعتم المؤذن حداد مقشان كان أديمي فقولوا لها مثل ما يقول المؤذن كمؤذمي وحولي هاي لها ومعنى وامحي الله أكبر الله أكبر هدول له أدنى الله أكبر الله أكبر له الله أكبر الله أكبر أذكونا لي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سيدي أوكال له أشهد أن محمد سيدي أوكال له إلا الرواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه وحي أرنيسي مركوا لي حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله مركوا له حي على الفلاح سيدا سوكال لا حول ولا قوة إلا بالله إذن سيدا الله لا بدا أنبا سيدا الله هي باب استقبال القبلة وحقوق باب يهي إن قبلة الله قابله إذن كأحكام بدن بولية وحكم إذا أحكام تيسة قفك أديم يا مشرطي با إن أو ويسقبه ما يشرط معه حي لي شرطي وصلاة دوي قفك إنه ويسقبه ما صلاة بوتكنا يا ما يا أذان بولا إيمانا يا أذان كنا وأذكار ويان وذكر إله سبحانه وتعالى وتكبير يتسبيح يوحي اللمدة وتكبير ويان الله أكبر الله أكبر يتهليل لا إله إلا الله إيه صلاة ودتك اللو قلنا ذي اللو قلنا واقه وما باهنا مركز ويسا وما باهنا قولا سيدا كتكت وانا سيدا الراجحة قولا كالوحي لين ما يوحلو باهن يهي إلا ويسا قبو يقولنا أقوالك لي وحيابك ليسود ليشنين يعني على يتحال وما باهنا ما سن معين أهب أجراء داء معين أهو اللي قرب قفك إنو جرؤ ما يداء لا شرط معه رقوا إني أديم يا أنوان وعرقنا النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل بولية وإن ابن أم مكتوم إذا فلا يمنع عنكم الطعام والشراب فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم لكن دمر كي كورا أذان من ليهين ومسألك ولم يشرط الله ها يجا كل قد هديهين وأدي من كريان ويأقي من كريان لكن إني لن واقان شرط معه لو من أباهنا من باب الفائدة قفك إمامك يا صلاة تجينا يرقى وهر استاقى برتماها صفك لكن دمرك إيقو برتماها صفك وضو استاقى لحظة أيو قليا رقو يساقى هر مريا كدبنا صفك يوحي النقونا يا ميت كالضنبية صفوفتي صلاة دمرك لكن ما يصفك أقوه الرئي برتميه سي قلي سا إمامك وضو وصيدا أنا حديث صحيح يا جرى أمنا عائشة يا أمي سلمة يا غير كود اللغة وريني وأنا صحيح ويان وإمام هذا مركز إنه تقنع الكاسي إنه كجاهد الدونا إن شاء الله تعالى باب استقبال القبلة وعن ابن عمر وحلق وري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح على ظهر راحلته النبي عليه الصلاة والسلام وسني سنجري يصبح ذا بمعنى وصلاة السنة ظهيد بالولى جدا على ظهر راحلته سوى جديد كيسي هش دش هذا سارا حيث كان وجهه ميل الله لم يش وجه جدو أهذا وأه قبل ذي يا قبل ذي ميلان عن هينبا يؤمي وركوع ذي سجودنا يؤمي وكو إشارة برأسه مذي عيسى وكان ابن عمر حديثك عبد الله بن عمر باورينا يسنع هذا وحاوه هيد يفعله سيدا النبي سميه إنه سميه هذا سفر يهي وهشي سيسارين يهي هشي سادوش هذا كنت كنجريسا كنا وفي رواية النواحة يهيد كان يوتر نبي وكنت كنجريسا لا وترك الله يراهذو على بعيره أوركيسي سيسوغو سارا ولمسلم وحي ورنيا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة لكن النبي عليه الصلاة والسلام كومت كنجر المكتوبة صلاة واجب هاشي سدوش هذا كومت كنجر أورك أما هاشا دوش هذا كومت كنجر حيال صلاة واجب وإن وقفك للك استاغو وقوموا لله قانتين وللبخاري نوحى صارور المكتوبة ما شاء إلا الفرائض إلا المكتوبة ما هو إلا الفرائض وأسكم معنا مكتوبة يا فرائض هذه اللي يراد صلاة مكتوبة إيه اللي واجب يالي صلاة فرض كأي الواجب يالو أسكو معنويا وعن ابن عمر وحل قوري رضي الله تعالى عنهما قال وحيري بينما الناس حل الددكو أي بقباء جوغان في صلاة الصبح
إذ جاءهم آت وحا أيمد مد أيمد فقال مركاس وحيري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي قال قد أنزل عليه الليلة حالي وحا لغو سودجي قرآن با لغو سودجي وقد أمر وحا الله فري أن يستقبل القبلة فاستقبلوها ورئذن قبلة قابلة وكانت وجوههم وجيوده ذو وحا يد إلى الشام فاستدبروا واجستين إلى الكعبة بوجستين قصة لبن مربع عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موه هدي لي راه هذا تفصيل هل قلين كل عظيم على الله ربني عمرو بن سلمة قلوين كيد جناوي بقيعي قل ماشي لي راه قبة حريرة هذا مسجد القبلتين هذا ماشي اللو يقانو نم بالسو تكذي صلاة وجوه الرئيس لأنك قبلة وجهست وحيد صلاة ظهر إحدى صلاة العشية هدي لي راه صلاة الظهر وعشية يسوق جلسة هدي مرك النبي عليه الصلاة والسلام لأنك قبلة وجهست أي نن كنا ولدت كذي صلاة عصر يسوع دقاجيه وحقيه مدرى بني عمرو بن سلمة ودنك بيت المقدس ولي أسيجد محايل القرآن كمسو قارنيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما شامين سو قارن آيضها سي مركاسو أشيق يوحير قرآن بان نبي قال لقو سو دجيه وحانا الأمرين أجيست لنك أي كعبضة والقبلة دي أجيست وماش هاسي هذا وحي كالضنبية هل المربي سواد الرغين كله قوضة لنعيوه دي جيستين تنوا قصك لهدي الله يدنا وحي نقون إيسا قولة النوا قولك لو يغانا كسي دروك سنة قبع هريره هذون صلاة دي دهور بان نبي قال العمري وأجيستي يقول لي لنك أيو حقي أجيدان بيت المقدس صلاة دي عصر حقي أجيدان بيت المقدس صلاة دي مغرب صلاة دي عشاء صلاة دي الضنبي فجرك أي أن الله تكذب مركزه أركي وعيري والنبي حقا ما هي حقا كلا عكس كذا إلا أمرين وجهسته هل مر بيس سوى ذا وريجيا طيب النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ظهر بيهد وحل أمري وظهر عصر مغرب عشاء صلاة دي فجر بالله شاكي أفر صلاة ضد بميل لغا سوى قوري أتكنين سوى سيدا ما أفر صلاة ضد بين لنكا أتكنين وأفر ظهر أفر عصر أفر عشاء ما قوي هلكا سدح مغرب وكدر شان يطبن ويان شان يطبن كارك عضوض بوحي أتكذن بيت المقدس وأهران اللقسو قريب الرنتو ذي صلاة دوض محي نقون إيسا صلاة دوض وميش إلهي كيري سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم صلاة دين إلهي ما ضيعي سبحانه وتعالى هاي العلم ميات كسوك نيد ميا آيات كرانا ربي واتون ووشي سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آياتك إسلا آياتها سينا واتي أهيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا خطأ بيبا وقد عذية بلا علم جهل بيبا وقد عذية مارك هو اللو معذور ويان صلاة دوذينا وعلى أقبالي تام حال لميدا مارك الزمن كان ينجوغنا وحال لميدا حبوباتهاي أما ميشبواتكو عصوبتهاي أما حافظ هذا قيلين هذا انتيجي جرين باتكتي قبل ذي باكالون تيوا وررتي ريره هنا الصوماليات وحا حد الله هلا ريره ان صلاه بتكنين هدا ويدي سو تراد ور حقي لو تكدا والله ما اقانا ما حقنا اهيد مس حقن يجي بالونسن واركني اديكي مركا حقنا دي سغت تكته الله اكبر صلاه دي هداد كبخدي هدو بنانك او سو بخدي وحاد ارغتي دين عاد او تكته ما هي دين عكل اني اهيد قبلتي صلاه دي وا دميستي وقتي وا لغا تغي أما قرقا سابة دقنيت بمدو هل كاسد ولقا بأجي سنسي صفر بعد هيد ميل خلطت أتو كنيسي حلو بواحد أغاتينا خلطت هاي والله قوش يقع مواد أغاتي صحابة سيدة يسميين وحبك مدوانيت صلاة هذه انت أدميشك لأتو كنيسي إن شاء الله هو مقبول إن شاء الله إلهي حقي اللقا قسو علين مايو ميل خلطت أتو كنتي وحكالو لقو قسو عليا بيال كذا تاسع مركا يدنا اللميدة مركا عبد الله بن عمر وحير رضي الله تعالى عنهما قال وحير بينما الناس حل الددك بقباء جوغان في صلاة الصبح يضع تهي إذ جاءهم وحاوي مدآت مدي ماذا فقال مركاس وحير إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة حالي وحل لقسو دجيي ووحل لجد الليلة وعشي معناها صلاة الظهر وحي قلسا قلن دنبه حالي مركا قلن كدنبهم بألو لجده إنه وقلن هرين قلن دنبه لبدا صلى الله قيبيا قرآنا بألو وقد أمر النبي وحى الله فري أن يستقبل القبلة قبلة إنه قابله
مكاح جيدا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلا ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أن يستقبل القبلة فاستقبلوها والقبلة ذي قابلة. وكانت وجوههم وجيدوا ذو وحي آهيد إلى الشامي وأه بيت المقدس ما يشلوا لجيدوا إن بيت المقدس فلسطين بكية لا فلسطين وأرض الشام أرض الشام وي هدي لكن أضو فلسطين جوغة شام أذو جوغة أضو بيت المقدس جوغة لو قلوه الشام دمشق بالو لجيدا مركا الشام دي احتاجنت هدي كلهان معنا دول كان هدا الشام لو يقنو مركا دي احتاجنت هدي كلهان شام ودمشق وي لكن ما يرهن كلا هدي إنو جوغنا الشام لدوه وينقونا إيسا انتها صورنبا محايا النبي عليه الصلاة والسلام مركو تلمامي وحكوش يا شام إني تهي أرض المحشر والمنشر فضائل بدن باكوسو أرورتي أحاديث النبي حقي إذا صلوات الله وسلام على قار كم إذا علم أي كتبك قرين فضائل الشام وكلي ويهي اللميدة مركا النبي عليه الصلاة والسلام مركا والله أمري إنو قبل ذي أجيستو وكانت وجوههم سحابة مركي تكنيين وجيوذو ذو وحي آهايين إلى الشامي بيت المقدس حقيسة فاستداروا مربي إسوريجيين إلى الكعبة بإسوريجيين ما يشاء مركا وحا كجر حكم كليدنا حكم كجر وحي ونقونا يا هدي لأمري إني وريك سدان هل مرنا يسوو ذو وريجين يا هرتو ضعها مركي هره وصلاة تجيني إمامك هذا مركي يسوو ذو وريجين إمامك حقيق جوغا إساقا ريركا ودن بيه سو سيدا ما طيب مبنان تهي مركا وقت مسألة ذا مبنان تهي إن إمامك هرتي سلقوت كذا ومسألة فقهية فقهاء ذو إيكاه الله ماذا يبدو قاركود ودي ذيان وحي لين مبنانا حي لإمامك إساق الله قلت لقى لصلاة إلو تجيه ضدك إنه هر كعو إن إساق الله هر مرا مبنانا سنبا لكن هدي قفك ميل وكت كذا وايو ضرورانا أي كانتو حي لقلضا مينا سمين لهين طاعة لله ولرسوله أي هل مرؤو ذي جيسدين لنكا وإن كان بعض الروايات أي تلماماً إمام كينا تقدم بلي يمد وصوهر كعي بعض الأقاويل العلماء أي راهذان إمام كهريب ويمد يوح للنهابة هدي مركة ضرورة أي كنتو ما القفك أكدت كذا أوايو إمام كينا هري استاقال لأوكياي لنكي سبيد إعداد استاقيسا لنكي بيد إعداد هوا أبو إحسامي ما اللق نكتانا مالي لنكي سميد إكتاد استاقيسا لنكي ميد إكتاد هوا أبو إحسامي حقا هرا بنان إن الصلاة دي إسكار لافتو iyo waxa ku siman xaqan hore inaad ku tukatay waa ku tukan kareysa marka waa tukan kareysa waa banaantahay oo qowlkaana ikhtiyaaraadka sheekh al-islam natiimiye iyo gairkiisa laga soo naqliya wa an anas ibn sirin qala wuxuu istaqbalna anasan istaqbalna waxa nasoo qaabilay waxa nu qaabilnay anasan xiina qadima ama waxa markii aan u ka yimid weeyaan min ash-shami istaqbalna waxa nu qaabilnay oo nu ka hortagnay Somali sida soo noqonaya istiqbaalku waa ka hortagid sida wafdiga istiqbalna waxaanu soo qaabilnay oo aanu ka hor nimid anasan hina qadima marku ka yimid min ash-shami oo waxa geemeeshu imanaya waa basra anas ibn malik basru ku asanya basru ku duugan yahay sham buu ka yimid falqinahu waxaanu kaga hortagnay bacayni tamr meesha la yiraado ayni tamr meesha lagu magacaabo فرأيته وأن أركي يصلي إسوغو تكنية على حمار دمير دشي كتكنية صلاة سنة أهيد ووجهنا من ذا الجانب لنعا ويان إيو يعني وحلو لجد عن يسار القبلة بذح ذا قبلة ذا قبلة ذا بذح ذا ومعنى هذه قبلة ذا حقا انتهى بذح ذا حقا نقونا وحلق بذح ذا ساسو كلام معنى بذح ذا قبلة ذا ويان لنعا أهيد لنعا قبلة ذا أيو أتكنية دمير بونا كوكر تكنية ماشا أحكام بدن باكو جرته كو أنس بن مالك وحو كان راعي والنبي صلوات الله السلام عليه حايا لي طوبان سنة ومقالة مدينة وجوغي بالنبي أخذ ميني صلوات الله السلام عليه حدونا أن أركي لهي النبي وسمينا يما بس سمينا با لابو دمير كو محلال با ميسو حرام ها وحرام ويعوني ديس وينو إمان دونا غزوة خيبر بعلى حرام يا لمركي قدم بيسي وليبا وصعابة ذي وعيلين نقو انتانو قورعني هيلب كيسي قوقويني ضب كيسارني بيه اللا قدري فوتكي اوكاري ايا النبي قال نو يميت سفر بيه هايان ورمحة ضب كيدين سارن طميروي نبي قوحي ردادية
كلها الله دادية سيدي بقى اللقودة الدادية مركا. طيب ضميركم مركا حرام وي نف كان حرام تا تشي سمى اللقودة كان كرا وصحوي وها حرام تا وعند دي سويان يسوي من نجاسة سيدي سبرت ما هي نجاسة ما ومحن نقول دليل إنه سنجاسة هين وحن نقول دليل نبي قد دمير بولها أتام بولها دمير تا يدا وفولي جري حل والبابا مرق غاركود يسجى إيو كريه أو صحابة على جي يبا إني وذر راعان وحي وذر راعيان عبد الله بن عباس وحي وذر راعيان معاذ بن جبل وحي وذر راعيان صحابة بدن ودن يرى ير يرى أيو النبي حق الدم بساري جري صلوات الله والسلام عليه دميرتي هدي ليدي لهيد يا هدي أي وح كلام عهيد به سو ما جاري سن النبي مرضي سي صلوات الله والسلام عليه ها مركن نجاسة ما وح الله حرام يا لوهيل بكذا وح الحرام يا لوهيل بكذا مركن فرق بقى أقول حيا بين التحريم والنجاسة تانا ماشي ويكو جرتها أنا زمن مالك دميرك دشي سو كنت كنا يا وحوت كنا يا أنا وقبل هذا بذح ذي ويان لين عائية قبل هذا بذح ذي فقلت مركاسا واحان كو إريب ويري رأيتك وانكو أركي تصلي أذو تكنيا لغير القبلة قبل ذا ميلان أهين أذو تكنيا انكو أركي فقال ويحو يري لولا أني هدي أنان أنيقو رأيت أركي لهين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يفعله سيدا يلي ما فعلته ما نسميا هدانا أركي لهين رسولك سيدا سمينا يا أنيقو ما بقى نسميا ومعنوه أيتهي وحان أسمينا يا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كد ياشو النبي قد ضينا يا صلوات الله وسلامه عليه والله سبحانه وتعالى أعلم.